في الفيديو اللي راح تكلمنا عن كيب تاون واللي هي اشهر مدينه في جنوب افريقيا، لكن ما تكمل جنوب افريقيا الا بزيارتك الجاردن روت. وفي هذا الفيديو ان شاء الله بنتكلم عن اشهر الاماكن والمناطق اللي تقدر تروح لها في جاردن روت. غالبا هذا الفيديو بينزل وانه داخلين رمضان، فالشهر عليكم مبارك والله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. السلام عليكم، حياكم الله جميعا، معكم اخوكم محمد المنيف، وفي هذه القناه نتكلم عن السفر والسياحه. اذا مهتم لهذه الامور احب تشرفنا باشتراكك. اول شيء، اغلبيه المسافرين لجنوب افريقيا غالبا يروحون الكيب تاون وجاردن روت، عاد على حسب، مرات يبداون من كيب تاون لجاردن روت ومرات العكس من جاردن روت الى كيب تاون. وجاردن روت نفسها تعتبر منطقه، يعني فيها كثير من المدن الصغيره وبعض الاماكن اللي حلو انك تروح لها. لكن على طريقك من كيب تاون الى جاردن روت في مدينه اسمها هيرمانوس على طريقك. هذه المدينه مشهوره بالحيتان، بتحصل هناك يا رحلات حيتان ولا كثير من المطلات اللي تقدر تشوف فيها حيتان. انا شخصيا واقف في واحد من المطلات الموجوده هناك شفت يمكن 2 أو 3 حيتان. طبعا ما اشوف الحوت كامل، انا اتكلم عن اشوف اطرافه ولا هو طالع ولا شيء زي كذا. لكن الزبده ان هذه المدينه مشهوره بالحيتان يا اخي، من كثر ما هالمدينه مشهوره بالحيتان عندهم متحف برضو حاطين الحيتان كله حيتان، مدينه الحيتان اسمها من الاخر. هيرمانوس حلو تمرها على طريقك وانت رايح الجاردن روت، او وانت مخلص من جاردن روت وانت راجع الى كيب تاون. تقريبا يسوى انك تقعد فيها يوم يومين بالكثير مره، لان ما فيها ذاك الزود. يعني يا جماعه خلينا نفترض الحين انك خلصت من كيب تاون وبتروح الجاردن روت، فانت اول ما تطلع من كيب تاون بتجيك هيرمانوس. بعد هيرمانوس في منطقه اسمها ساوثرن تيب اوف افريكا، واللي هي الصدق اقصى نقطه جنوبيه في قاره افريقيا كامله. هي اقصى نقطه جنوبيه، ما في اي شيء بعدها الا اذا انت بتحسب القاره المتجمده الجنوبيه، ما ادري ايش اسمها، عاد بكيفك. فانت واقف هناك كانك واقف فعليا على حافه العالم وما في شيء قدامك الا البحر، فالمنظر جميل جميل جميل. يعني حلو وانت في دربك الجاردن روت توقف في هيرمانوس ابو يوم، بعدين تروح الاقصى نقطه جنوبيه هذه، بعدين تكمل على طريقك الى جاردن روت. طبعا الطريق من كيب تاون الى جاردن روت 4 ساعات إلى 4 ساعات ونص، لكن الطريق جميل وراح يمر ان شاء الله بكل سهوله. ودامنا بنبدا نتكلم عن جاردن روت نفسها، خلينا نتكلم عن جاردن روت من الغرب الى الشرق عشان تسهل علينا وعليكم المناطق اللي موجوده في جاردن روت نفسها. وهذه لسته الاشهر المدن اللي موجوده في جاردن روت وبنتكلم عنها ان شاء الله واحده واحده. ونبدا باول مكان واللي هو ماسل باي. هذه المدينه صغيره ومو بمشهوره ومعروفه سياحيا بشكل كبير، لكن فيها زبلاين يقطع المحيط ويعتبر اطول زبلاين في العالم يقطع المحيط. وبرضه في مطعم اسمه سي سايد ريستورانت، هذا المطعم احلى ما فيه انه على البحر على طول، الاكل عندهم لذيذ وحلو، وبنفس الوقت الاطلاله والفيو ما في احلى منها. وهذه المدينه فيها الكثير من المطلات والفيو بوينتس الجميله، وواحد من اشهرهم اسمه بوينت اوف هيومن اوريجينز. اذا رحت لهذا الفيو بوينت تقدر تنزل تحت ويجيك منظر جميل جدا بين الصخر، ما في احلى منه. شوف هذه الصوره وشوف المطل اللي يسوى انك تروح له. ونخلص من ماسل باي ونروح الى مدينه اوجرن. طبعا هذه المدينه بين الجبال والغابات، فالمناظر هناك والله جميله، وفي كثير من الاكتيفيتيز والانشطه اللي تقدر تسويها وانت هناك. وهذه لسته اشهر ما في اوتشرن وبنتكلم عنها الحين. وعندك على سبيل المثال السفاري اوستريتش فارم او مزرعه النعام، مزرعه ثانيه مختلفه تماما عن اللي موجوده في كيب تاون. وهناك خليني بقول لك انهم بيودونك زي التور ويعلمونك اكثر عن النعام، يورونك البيض حق النعام واشياء زي كذا. وفي واحد منهم يعطيك فرصه انك تركب النعام. ايه تركب النعام، واحد منهم رحت لقيتهم يقولون انه تقدر تركب النعام. وركوب النعام صعب صعب وغريب والله عظيم. شوف شوف الفيديو. تلا 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 شوف اركب هذي انا. سادر 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 يا سادر تيتو 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 اوكي لين باك مي وفي النهاية لا تتوقع ان ركوب النعام سهل، والله العظيم غريب غريب، تمسك جنحانه لا تخنقه، امسك جنحانه كذا وتشده يمين ولا تشده يسار، والله ما ادري شلون غريب الزبدة. وإذا خلصت من مزرعة النعام تقدر تروح الكهف اسمه كانجو كيف، يوم دخلت الكهف هذا قال لي أقدم من 100 مدري 200 مليون سنة، الزبدة شيء قديم مرة. حلو والله هذا الكهف، بيتكلم لك عن أشياء تاريخية وكيف الكهف صار وكيف الكهف تأثر ومن هالكلام والاشياء زي كذا. والغريب ان في كثير من الاثار اللي موجوده هناك واضح انها مشيوله او مقشوره، ويقول انه يجون الناس ويجون السياح ويقولون خلني باخذ سوفينيرز وهدايا للناس، فيقشع على شيء من هالكهف
ويتمشى طال عمره. عاد حقين الكهف زعلوا على ذا الموضوع، صار يمشي معاهم واحد عشان يوريهم بنفس الوقت يتأكد ما في احد يقشع شيء. ونخلص من اوتشرين ونروح الى جورج او ويلدرنس. جورج هي اكبر مدينه موجوده في جاردن روت، وفيها المطار حق جاردن روت، وجنبها بالضبط في مدينه صغيره اسمها ويلدرنس. احنا بنتكلم عن الاماكن بشكل عام في المنطقتين هذه، وهذا اشهر ما في جورج ويلدرنس وبنتكلم عنها الحين. اول شيء اذا جيت بتتكلم عن السكن، انا بنصحك بفندق اسمه ذا فيو في ويلدرنس نفسها. الفندق هذا من اسمه بيعطيك فيو ما في احلى منه على البحر، فعليا الفندق هذا بالضبط عند البحر، والله ما في اجمل منه، من اجمل الفنادق اللي رحت لها. تشوف البحر على طول قدامك، تقدر تنزل للبحر بكل سهوله. فهذا الفندق انا انصحك اذا انت ناوي تروح الجاردن روت انك تمر عليه وتقعد فيه لو مده بسيطه. في ويلدرنس في منطقه دولفين بوينت، وهذه المنطقه سموها بالدلفين عشان لو تشوفها بالخريطه بتحصل شكلها على شكل دلفين تقريبا. مطل جميل وحلو، تقدر تجلس وتروق فيه وتتقهوى ولا تسوي اي شيء، ويسوى انك تروح له. وبعدها في مطل اسمه ماب اوف افريكا، هذا المطل بتشوف فيه بعض الجبال اللي صايره على شكل قاره افريقيا، والبعض يقولون على شكل وجه تمساح. وبنفس الوقت جنب ماب اوف افريكا في امكان تقدر تسوي فيه باراجلايدنج او باراشوت لو انت حاب. فيعني ارقى، لان ماب اوف افريكا يعتبر فوق جبل، ارقى راح هناك بعدين انزل طال عمرك بالباراشوت بكيف سيارتك قاعد تدبرها. وفي منطقه مناسبه جدا للاطفال والعوائل اسمها اكرو بامش، وهي باختصار مكان ترفيهي للاطفال، تقدر فيه تتسلق الاشجار وغيرها كثير من الانشطه الجميله الثانيه. وفي مزرعه الفراوله او ريد بيري ستروبري فارم، ومثل ما قلت بتروح وبتلقط الفراوله وبتاخذها وبتاكلها وبتتوكل على الله. يا جماعه انا اقولها شوي باسلوب ضحك لكنها والله العظيم حلوه وتسوى انك تروح لها. وبعد ما تخلص من جورج ويلدرنس تقدر تروح الى نايزنا. طبعا نايزنا من اجمل المدن اللي موجوده في جاردن روت، سبحان الله ما ادري شلون بس والله جميله. وهذا اشهر ما في نايزنا وبنتكلم عنها الحين. فيه نايزنا ووتر فرونت، واللي يعتبر جميل بسبب الكثير من المطاعم الجميله وكثير من المحلات اللي تبيع بعض الاشياء الشعبيه، والاجواء هناك حلوه مره وانت قاعد تتمشى وقاعد تشوف الووتر فرونت نفسه. وبعد ما تخلص من الووتر فرونت تقدر تروح الى ثيزن ايلاند. طبعا شكل نايزنا تقريبا كانها قوسين مفتوحه، وفي النص في جزيره، هذه الجزيره اسمها ثيزن ايلاند. الجزيره هذه نفسها مربوطه بجسر، وبشكل عام فيها الكثير من المطاعم والقهاوي الحلوه اللي تقدر تشوفها وانت في ثيزن ايلاند نفسها. يعني بشكل عام ووتر فرونت وثيزن ايلاند حق التمشي وتغيير جو زي كذا. وبعدها حديقة الذياب، ما دريت ان في انواع مختلفة وكثيرة ومتفرعة من الذياب اللي يوم دخلت الحديقة، ولا والله ما ادري وش السالفة. وبعد حديقة الذياب في حديقة الطيور الجارحة، الطيور الجارحة مقصدهم الصقور، النسور وغيرها من انواع الطيور الجارحة يعني، ان شاء الله انك فهمت المقصد. وبعدها حديقة الفيلة، نايزنا اليفنت بارك. طبعا في جاردن روت في حديقتين للفيلة، في واحدة في نايزنا وفي واحدة ثانية في بلترنج باي. انا شخصيا رحت للثانية فبتكلم عنها بشكل اكبر اذا رحنا لها. وهذه الثلاث مناطق، الفيلة والصقور والذيابة، كلها على شارع واحد تقريبا، يعني تقدر تطلع من هذا وتروح للثاني وتطلع من هذا وتروح للثاني وشي زي كذا يعني. ونايزنا فيها سوق المزارعين يوم الجمعة، وفيها سوق المزارعين واحد ثاني حق يوم السبت، فبتجيك الفرصة انك تشوف بعض الاسواق اللي موجودة هناك حقت يوم السبت وحقت يوم الجمعة وغيرها من الاشياء الثانية. والمناظر في نايزنا والله جميلة، فانا انصح كذا بتسكن اسكن في نايزنا، فهو يعتبر موقع مميز وبنفس الوقت قريب من الاماكن اليمينة واليسارة. ونخلص من نايزنا ونروح الى اخر نقطة واللي هي بليتنبرغ باي، وهذه اجمل مكان بالنسبة لي انا شخصيا، وهذا اشهر ما في بليتنبرغ باي وبنتكلم عنها الحين. ليش اجمل مكان بالنسبة لي؟ لانه هو المكان اللي سويت فيه سكاي دايف، انا ما سويت في كيب تاون، سويت فيه لان للاسف يوم كنت في كيب تاون كان الجو جدا ممطر ولا قدرت اسوي فيه، فجت الفرصه اني اسويه هناك. ولو تسالني اسويه هنا ولا هنا، صراحه تجربتي بخصوص المناظر اللي شفتها بعد نفس الوقت في هذه المنطقه افضل بكثير، لكن في كيب تاون اللي يميزهم انه يكون بعض الاحيان فيه اثنين يطبون معك، واحد يصورك بشكل مستقل والثاني يطب معك عاد. بس اعيد واكرر، سكاي دايف من هذه المدينه احلى ما فيه الفيو والمنظر اللي على البحر نفسه. في بليتنبرغ باي فيه لعبه المتاهه، رسم المدينه صعبه عشان كذا بحول المنطقه واجد. لعبه المتاهه بليت بازل بارك، فكرتها بشكل مختصر انك تدخل جوه متاهه ولازم تروح للزوايا الاربعه حقت المتاهه نفسها وتاخذ بعض الالوان، اذا جمعت كل الالوان الاربعه اللي في الزوايا تطلع وتفوز. حلو اذا كنتم جروب، يكون فيها تحدي ومحارش ومن هالسوالف يعني. بعدين تروح الى منطقه واحده فيها ثلاث حدائق، حديقه الفيله وحديقة القرود وحديقة الطيور. في حديقة الفيلة بتوكل الفيلة، بتعطيهم بعض الأوامر، ارفع الخرطوم، هز راسك، نزل الخرطوم، ومن هالسوالف ومن هالكلام يعني، ما يحتاج عيد كلام تايلند عشان تشوف فيديو تايلند إذا ما شفته. وحديقة الطيور تختلف عن حديقة الطيور الجارحة في نايزنا، هذه بتمشي على مسار واحد وبتشوف فيه الكثير من الطيور الجميلة. هذه الحديقة والله جميلة ومناسبة بشكل جدا كبير إذا معك أطفال ولا عوائل، فبتستمتع فيها مرة هناك. بتشوف الكثير من الببغاء والفلامينجو وكثير من أطوان الطيور الغريبة وأشكال عجيبة والله ما أدري شلون جايبينها. بعدين تروح إلى حديقة القرود، وإذا رحت لهذه الحديقة
انتبه من نظارتك لا تنصرق، يبجيك القرد ورر تحب النظارة يمشي والله العظيم، ويلبون برضو هناك. والقرود هناك أنواعها غريبة وعجيبة، أشكال ما أدري من وين، يقولك هذا من جزيرة مدغشقر وهذا من القارة المدري وين وهذا زي كذا يعني، بس برضو حلوة. واللي يميزها أن كل الثلاث هذه في مكان واحد، فتطلع من هذه وتروح لهذه، تطلع من هذه وتروح لهذه، هذا أجمل ما فيها. وبرضو جنبها بشوي يعني طريق تقريبا 10 دقائق بالسيارة في حديقة الحيوانات المفترسة، وبنفس الوقت سعر الأربع حدائق هذه كلها غالبا يقدر يجيك بتكت واحدة. وفي حديقة حيوانات مفترسة، حيوانات مفترسة، أسود، نمور، حيوانات مفترسة، الليث الأبيض موجود هناك. وبعد ما تخلص من الحدائق الحيوانات وهالسوالف تروح المحمية وحديقة اسمها تسي تسي كاما. اترك الحديقة بس أنا جبت طاريها لأنها محمية بشكل كامل، وإذا جيت تدخلها لازم تدفع فلوس. بس هناك في جسر اسمه سسبنشن بريدج، هذا الجسر نفسه ملتقى وإلى الملتقى، ويقطع بين النهر والمحيط، وبنفس الوقت النهر هذا بين الجبال. والله منظره جدا جميل وجدا عجيب. وهناك في كاياك اكتيفيتي، والله اجمل كاياك اكتيفيتي سويتها في حياتي. تمشي في النهر نفسه بين الجبال يمينك ويسارك، وتمشي بمناظر جميلة وخلابة مستحيل تشوفها في أي مكان ثاني. النهر جنبك، تمد يدك وتشرب من موية النهر نفسها وانت تتمشى في مناظر جميلة، تمر على كهف صغير بعدين تكمل طريقك وتمشي. طبعا في الصيف في رحلة رافتينج تكمل معاها وتكمل دربك، وإذا خلصت ترجع إلى المنطقة الأساسية. وفي نفس الرحلة في بعض المناطق فيها كليف جومبينج، فإذا انت فيك حيل تقدر تطلع من الكياك وترقى للحصى اللي تبيها وتنط عاد، ولا تتشقلب ولا تسوي اللي تبي. لكن رحلة الكياك هذه يا جماعة والله العظيم جميلة وتسوى. وبعد ما تخلص من الكياك والجسر في منطقة قبلها اللي فيها أطول بنجي جمب في العالم يا جماعة، أطول بنجي جمب في العالم، والله ما أدري كم متر بس أطول بنجي جمب في العالم. بيربطون رجولك وبيخلونك تمشي وبيقولون لك 3-2-1 بنجي، وبتطب والله ما ادري ايش اقول الزبده، بس بتحس بمخك بيوقف. البنجي جمب مقارنه بسكاي دايف والله تروع اكثر، وسكاي دايف انا اشوف انها احلى اكثر، لكن البنجي جمب شيء خطير وجميل سوى مره واحده في حياتك يا اخي. لا وبعدين اذا رقيت حاطين لك عروض، يقول لك اذا طبيتها المره الاولى المره الثانيه اعطيك اياها بنص السعر، المره الثالثه بربع السعر، يعني حاطين لك عروض. ويقول لك لو تبي تطب المره الثانيه ما تطب نفسها بنجي كذا، تتشقلب على ورا. والله العظيم ما ادري وشلون، صدق صدق ما ادري وشلون، بس قاعد يوريني بعض المقاطع وهو هناك قاعد يقول يا اخي من ذا المهبول؟ قال لا عادي. واذا بتسويها المره الثالثه يربطونك مع صدرك تقريبا ويقول لك امسك الحبل وركض 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 وطب. والله العظيم كانك بيعنا عمرك، خلاص تبي تطب تنتهي. بس والله العظيم انا ما اقول لك جربها، بس سو اي شيء يا اخي جديد وبنفس الوقت يخوف في حياتك، ترى والله العظيم تعطيك شعور ما تنساه، والله ما تنساه. خلصنا كذا تقريبا اهم المناطق في جاردن روت، لكن جاردن روت ما تكمل الا اذا جيت بتروح الجيم ريزيرف. فكره الجيم ريزيرف انك تروح تسكن في مكان معين، يودونك رحلتين يوميين، واحده رحله الصباح الفجر واحده رحله قبل المغرب، وتشوف فيها الحيوانات بطريقه استثنائيه وجميله، مثلها مثل السفاري بالضبط. هذه لست اشهر اماكن الجيم ريزيرف في جاردن روت، وانا انصحك باول واحده واللي هي غوندوانا جيم ريزيرف. الخدمه حقت غوندوانا جميله واستثنائيه، وبنفس الوقت الرحلات حقتهم والله العظيم حلوه. بعدين يسكنونك في اكواخ يدلعونك، وفي هذا المنظر والفيو الجميل، وفيه المسبح اللي مطل مع هذا المنظر. الزبده بيدلعونك وبيقومونك الصبح تقريبا الساعه 5-6 بيقولوا لك قم قم يا الذيب، يلا بنروح نطارد حيوانات. ولا جيت تعبان بيغدونك، ولا جاء حول المغربيه زي كذا قالوا لك يلا يا الذيب بنروح نطارد الحيوانات. الزبده بشكل عام في الجيم ريزيرف غالبا احلى ما فيها فطورك وغداك وعشاك انكلودد بنفس السعر، واسعارها تقريبا حلوه يعني تقريبا بين ال 400 الى ال 500 ريال. وكذا تكلمنا عن اشهر المناطق والاشياء اللي تقدر تروح لها في جاردن روت. حاولت اختصر الموضوع واقول لكم الاشياء الجميله والحلوه، وبنفس الوقت كتبت لكم هنا اشهر واغلبيه الاماكن الموجوده هناك. ارسل هذا الفيديو لاي واحد ناوي يروح لجاردن روت او جنوب افريقيا، واكتب لي في الكومنت وش رايك في المنطقه، ولا تنسى اللايك والسبسكرايب. والله يعطيكم العافيه وشكرا لوقتكم. اذا ما شفت كيب تاون اضغط على هذا المقطع، واذا ما شفت مقطع كامل جنوب افريقيا اضغط على هذا المقطع، واذا نزلنا مقطع بومالانج الاسبوع الجاي اضغط على هذا المقطع.